وبعدين يا عادل هتعمل ايه؟ اللي طلعت حامل هتموتها وتموت اللي في بطنها ولا هتعمل ايه؟ ماشي يا ريم ماشي. ولا هيعمل اي حاجه. تطمني منين؟ افهمك، اللي زي عادل دوت زمانه دلوقتي دماغه عماله تخبط اخماس في اسداس، عمال يفكر يعمل معايا ايه؟ يقتلني؟ طب ابني اللي في بطنها هتخلص منه؟ ما ينفعش. طب اعمل ايه؟ افتح معاه صفحه جديده؟ هو ده دلوقتي اللي بيشغل كل تفكيره. بس عادل بقى ما بيفرقش معاه كل الحاجات دي. هقول لك حاجه، اللي زي عادل ده هيتغير تماما لما يكون اب. بصي بقى، انا عايزه اطلب منك حاجه مهمه قوي. ايه؟ عايزاكي تروحي لسينا تقولي لها ان احنا هنخرجك من السجن، بس تطلع على كريمه تقول لها ان ناديه لبست البدله الحمراء. حاضر. رايحه فين؟ هدخل لعادل، ما انا برضه ما ينفعش اسيبه يقعد يفكر لوحده. بس انا كنت عايزه اطلب منك حاجه. قولي يا حبيبتي، عايزه ايه؟ انا عايزه اسافر بره مصر، انا مش قادره اعيش مع الناس دي بصراحه. وتسيبيني لوحدي؟ انت كنتي هتسفريني وعارفه ان انا مش قادره اكمل حياتي هنا. طيب سيبيني كده افكر وادبر الامور. ريم ما تاخدينيش على قد عقلي، لو بتحبيني بجد خليني اسافر. انا كنت هسفرك عشان تنفذي لي طلب وترجعي، لكن مش تروحي تقعدي هناك لوحدك. هتعملي اللي قلت لك عليه ولا هتاخديني على قد عقلي؟ بليز لو بتحبيني خليني اسافر. حاضر ان شاء الله. بعد ما فكيت الحصار اللي انت كنت عامله عليا انا ولبنى كان ممكن اخدها وامشي، بس ما عملتش كده. عارف ليه؟ هقول لك كلام يمكن ما تصدقوش، وبصراحه انا لو في مكانك مش هصدقه خالص. مهدي هو السبب، هو السبب في اللي احنا وصلنا له ده. انت عارف شغلتنا صح، عارف انها ملهاش حدود، ولو حطيت في ميزان انت وابوك انت اللي لازم تختار. انت حامل فعلا؟ انت لو مش مصدقني على فكره ممكن تيجي معايا للدكتور وتتاكد بنفسك. اتاكدتي امتى؟ من يومين. عرفت ان كريمه اتحبست؟ وناديه سلمت نفسها وعليها حكم بالاعدام. عادل، انت دلوقتي اهم واحد بالنسبه لي في الدنيا. انت ابو ابني اللي انا بترجاه. طب تصدقني لو قلت لك ان انا بحبك بجد؟ اه والله انا بحبك من زمان قوي، من ساعه ما كنت بتكلمني بالتليفون بالساعات، كنا بنخرج مع بعض ونتفسح ونضحك. فاكر يا عادل؟ عشان كده خليتي صوفة يفك لي فرامل العربية علشان أموت، مش كده؟ لا مش عشان كده، عشان عرفت إن أنت ابن مهدي وإن أنت جاي تتخلص مني أنا ولبنى. وفجأة الحب اتحول لكره، مش كده؟ لا خالص، أنا اللي قلبي وجعني قوي بقى. معقولة بعد الحب اللي أنا حبيته لك ده كله تطلع زي كل الناس اللي حواليا، عايز تاخد روحي وبس؟ وعلى فكرة بقى، مش أنا لوحدي اللي شريرة، أنت كمان شرير قوي. وبعدين؟ هو ده اللي أنا جاي أكلمك فيه دلوقتي. أنا وأنت، أنا وأنت وبس. صدقني لو بقينا مع بعض الدنيا الوحشة دي كلها هتتغير. نفسي أصدقك. صدقني وحياتي عندك، صدقني إحنا هيبقى لنا ابن نفسي يتربى وسطينا، وسط أبو وأمه، وأنت اللي تربيه مش حد تاني.
رايح فين؟ أمي عايزاني. لما تقولي نعيمة فين الأول؟ هقولك بعدين. لا مش بعدين، دلوقتي. هقولك بعدين يا ريتال. بعدين ليه يا حسن؟ هو أنت مش ناوي تاخد منها طارق؟ عشان هي ست يعني؟ ولا مش هتاخد طار ابنك؟ عشان هي كانت مرات أبوك في يوم من الأيام. خلاص؟ سيبها لي أنا. ممكن تهدي. لا مش ههدى. مش ههدى غير لما أعرف هي فين دلوقتي. هناخد طارنا كامل يا ريتال. عايزة أشوفها ميتة قدام عيني. طيب ممكن تسمعي الكلام وتريحي نفسك. مش هسمع الكلام غير لما تقولي هي فين دلوقتي. وأنا مش هقول لك يا ريتال. واللي عملتيه ده كان غلط. وأنا مش مستغني عنك. وأنا مش هسيب طار ابني حسن بعد ما عرفت مين اللي عمل فيه كده. ريتال، أنت حامل. عارفة يعني إيه حامل؟ يعني في طفل جاي. يعني ربنا بيقول لنا أنا بعوضكم. وأنا محتاجك معاي تربيه وتكبريه. شوفي قدام عينك قد الدنيا كلها. وعبد الله يا حسن؟ ماله عبد الله؟ خلاص كده؟ أنساه؟ اوعى تقولي سامحي والايام هتاخد طارنا وكده. لا يا حسن، لو انت مش هتاخد طار ابنك انا هكتب ايدي. اسمعي بس اللي بقولك عليه وكل حاجه هتبقى زي ما انت عايزه. وقت